السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم كيف تحصل على الأشياء المجانية ببجي بطريقة سهلة ومضمونة جدا. وقبل بداية مقطعنا يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، أتمنى إنه يشترك ويفعل زر الجرس، وربي يسعدكم على كل شيء. طبعا شباب، كل اللي بتحتاجه برنامج الفي بي ان اللي تشوفوه قدامكم اللي اسمه يو اف او في بي ان لايت. طبعا هذا برنامج الاندرويد، وما اعرف الصراحه اذا في منه للايفون. المهم شباب، بدك اي برنامج يخليك تحول لتايوان. طبعا هذا برنامج نظامه مجاني، بس بشرط انك تحضر اعلانات وتشوف فيديوهات مده 10 ثواني 15 ثانيه، وبس تشاهد اعلان بخلوك تقدر انك تحول الفي بي ان. طبعا بتحول لدوله تايوان وبتعمل كونكت اتصال. وبالنسبه لجماعه الايفون، نزلوا اي برنامج في بي ان يخليك تحول لتايوان. المهم لما تحولوا في بي ان لتايوان، تدخل على اللعبه، وبس تفتح اللعبه بتجيك رساله من النظام على اليمين تحت. اذا ما جاتك بتستنى دقيقه او دقيقتين بالحدود، بعدين تجيك الرساله. طبعا بتفوت على السيستم، رساله النظام مثل ما تشوفوا قدامكم، اعطوني مظله وصندوق وقلاي، واحتمال يعطوك اشياء غير اللي اعطوني اياهم، ممكن يعطوك شغلات احسن. وطبعا هذه الرساله الاولى، لسه في رساله ثانيه. مثل ما تشوفوا بالرساله الثانيه، اعطوني بطاقات واشياء بستفيد منهم اني اجيب فيهم صناديق. طبعا شباب، نستعرض الاشياء اللي اعطونا اياها. مثل ما تشوف هذه المظله، طبعا مظله اسطوريه وخرافيه، بس بحركه تحويل في بان بسيطه قدرنا نحصل عليها. وطبعا حصلنا على القلايه اللي تشوفوها قدامكم، مكتوب عليها كلام من لغه تايوان. وننتقل شباب للشيء الاخير اللي اعطونا اياه اللي تشوفوه قدامكم. وطبعا رابع شيء اعطونا اياه شباب، الصندوق جدا مهم، والفائده منه تعتمد على الحظ. طبعا بتفوت على الشوب، على المتجر يعني، بتروح على الصناديق، وبتروح عند عروض الصناديق، وبتشوف الصندوق اللي بيخليك تقدر تفتح واحد مجاني او تفتح مره واحده مجانيه. طبعا مثل ما تشوف نسبه الحظ 500% تقريبا، فاحتمال انت لما يطلع لك صندوق انه يطلع لك شيء اسطوري. طبعا انا ما طلع لي شيء اسطوري، بس مثل ما تشوف مكتوب فوق نسبه، ونسبه عاليه 500%. فانت لما تسوي الطريقه هاي بتجرب حظك بالصندوق، احتمال يطلع لك لبسه من اللبسات النادره، واحتمال يطلع لك شيء عادي. عدتين انت مش خسران شيء، لانه الطريقه بسيطه، بس تحول في بي ان لتايوان وبتدخل على اللعبه وبتاخذ اشياء مجانيه بدون ما تخسر اي شيء او بدون ما تجمع اي شيء. بس شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا من المقطع، واتمنى من كل شخص فيكم استفاد من المقطع انه لا ينسى اللايك ويشترك بالقناه اذا ما كان مشترك فيها، وفعل زر الجرس حتى توصلك اشعارات المقاطع بنزلها اول باول. ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.